نروحوا الان لنجم الراي الشاب فوزي. الشاب فوزي اللي فات معنا الاسبوع اللي فات في غير جديد باغنيه يا ظالمه واغنيه وليلي وليلي يا الحنينه. هذه المره خيرنا لكم زوج اغنيات واحد اخرين من نفس الالبوم تاع الشاب فوزي اللي خرج فقط البارح في الاسواق. احنا كنا فوتناه الاسبوع اللي فات قبل ما يخرجوا الاسواق. الشاب فوزي اذا خيرنا لكم منه زوج اغنيات. الاغنيه الاولى الشابه بزاف بعنوان ماكي راني مغبون. الهدوء كامل اللي تعجبهم وسيرمو راح تعجبكم. سيليكسيون غير جديد. جديد مع عبد النور علاش انا شدت لها حتى طريق ما هي بينه. اما كراني مغبون اما غنية شباب بزاف وبزاف للشاب فوزي. شاب فوزي طبعا اللي هو من قدامى اغنيه الراي وراه مقيم به في فرنسا. كنا فوتناه الاسبوع اللي فات في اغنيه ظلمه اغنيه وليلي وليلي يا الحنينه في الطابع الصيفي. هذه المره خيرنا لكم زوج اغنيات واحد اخرين دائما من نفس الالبوم الجديد تاع الشاب فوزي. الاغنيه الثانيه اغنيه نسامحك اغنيه سونتيمونتال وشباب بزاف. لو كنت تسمعوها تتفكروا ستيل تاع بكري تاع نصرو لانه كاتب كلماتها هو احمد حمادي اللي كيتعامل مع نصرو. نسمع مع بعض الشاب فوزي في اغنيه نسامحك. سامحك من قلبي ما كتبكش لي يا ربي ما تبكيش ما تزيدينيش عذاب سامحني. سامحك من قلبي ما كتبكش لي يا ربي ما تبكيش ما تزيدينيش عذاب. صعيب علي صعيبة انا ننسى عشقك في قلبي خلى بلاصة. صعيب علي صعيبة انا ننسى عشقك في قلبي ما خلى بلاصة. يدوك بالقدام عيني يقتلوا الحب عيناني. يدوك بالقدام عيني يقتلوا الحب عيناني. دائما مع الشاب فوزي وروحوا نسمعوا أغنية واحدة أخرى من نفس الألبوم كنا سمعناها في العدد الماضي من غير جديد. الأغنية بعنوان ظلمة أغنية شباب بزاف الثاني. نهدوها كامل اللي عجبتهم وسيرتوا إلى المناجر تاعو وحبيبنا سمير حنيش وكاع الناس باري. سيليكسيون غير جديد. طبعا تفاصيل جديد الشاب فوزي 2010-2011 كنا حكينا عليها الأسبوع الماضي في غير جديد اون اكسكلوزيفيتي قبل ما يخرج الألبوم. ونخلوا اليوم الشاب فوزي يزيد يحكي لكم عليها. اتصلنا به البارح من فرنسا. الشاب فوزي حكينا على تفاصيل ألبوم جديد هذا اللي خرج غير كيما في الأسواق. احنا كنا الأسبوع اللي فات فوتنا جديد قبل ما يخرج طبعا اون اكسكلوزيفيتي دائما في غير جديد. نسمع مع بعض الشاب فوزي في إذاعة عند فلان الجهوية. مساء الخير فوزي مرحبا بك معنا في راديو عند فلاب. مرسي عبد الله بور سيت انفيتاسيون. نشكرك بزاف بزاف وثاني نشكر كاع المستمعين لراديو عين الدفله واللي ميسيون سبيسيالمون غير جديد وراكم غير مع الجديد. وان شاء الله اليوم راني جيتكم بجديد بالبوم جديد فيه 8 اغاني مختلفه الانواع والطبوع وفيها لي ستيل دو ميوزيك نوفيل كرياسيون نوفيل ميلودي افيك دي زارونجور اللي خدموا معايا هنا في باري. كاين كاتانجور اون اي تاني مع المانجر تاعي سمح لي باش نكريو ان نوفو شافوزي اللي دروك راني تالمون راهم شافوزي بزاف هذه المده الاخيره. فوزي لو غاي لوفر فوزي لو غاي لوفر
انا تما خرجت بهذا الاسم باه نخرج على الشباب فوزي اللي يعرفوهم بزاف. هذه هي عبد النور. واش تحكي لنا على تفاصيل البومك الجديد 2010؟ لو تيت دو البوم سي عندي اي فاشن سي ان ستيل دو ميوزيك سي ان نوفو ستيل دو ميوزيك افيك دي نوفيل بارول دي نوفيل ميلودي. هذه الاولى. وعندي ستيل شاوي اللي بور لا دوزيام فوا جي في ليكسبيريونس ولي الحنينه ولي عمري. Auteur Ahmed Hamadi et composition c'est Rachid et l'arrangement c'est Rachid qui dit aussi. Ou dirt Nsem Hakmel Galbi c'est un nouveau style, ça n'a rien à voir avec le rail. Nsem Hakmel Galbi c'est un petit peu style hindou pour la première fois dans le style d'Ali. Nsem Hakmel Galbi c'est très sentimental. وتعرفني انا عبد الله البلين مين بزاف الاغنيه العاطفيه ماشي بزاف الاغنيه الريتميه مي جي ايسي دو دوني سو ستيل لا. وان شاء الله ثاني تنال اعجاب الجمهور تاعنا والمستمعين. وعندي ان اوتر ستيل لي دو ثاني تاع اما كيراني بابون سي ان نوفو ستيل بور لي كوتور الجيريان اي بور لي كوتور ايسي على لترانجي سي ان نوفو ستيل ارانجمون اي ميوزيك سي شاكر هو لو برودكتور دو ناغا برودكسيون هنا في باريس. عندنا نوفو ستيل اللي غادي يعرفوني به ثاني او نيفو دو اوتور احمد حمادي توجور هو اللي كتب لي هذه الاغنيه وخرجنا بوش واحد اخر لي فوزي لو غالوفر. وثاني درنا اغنيه واحده اخرى تاع ظالما اوتور سي كريم عطلي من وهران والكومبوزيسيون سي كمال سحنون هنا في باريس والموسيقى اللي كمال سحنون. ثاني درنا راني حاير وين نصيف ثاني كلمات سامح حنيش سي ان نوفو ستيل واحد اخر سي ريسمي. ثاني درنا ثاني اغنيه واحده اخرى يا ودي كونك راجل سي ان اوتر ستيل سي ان اوتر ستيل ان ميساج على لا جينيراسيون تاع دروك. تما حنا في هذا الالبوم ويتيت جملنا كاع لي ستيل في ان سول البوم. سا فو دير لي يبغي يسمع لو ستيل يسمع في كل شيء. سا فو دير سونتيمونتال راي خفيف دي سوجي اي دي كونتكست. سا فو دير حوسنا على اون ايدي و اكسبلواتينا هذاك لو سوجي حتى الاخر حتى لافان تاع لو تيكست. هذه هي. وتاكد المستمعين فوزي انه جديدك راه يفوت عندنا حنا الولا في غير جديد. C'est sûr, c'est la première radio, c'est officiel, c'est la première radio où elle a l'émission Ré le Jdid ou Mal Jdid. Ça veut dire, mais quand je dis reprise, Abdelmour, ça veut dire, Tarab El Fouzi, il n'a jamais fait de reprise jusqu'à présent, Alhamdoulilah. Malgré on a pris du temps, ça fait une année où on a mis du temps dans l'album, mais il n'y avait toujours pas de reprise, ça veut dire 100% Jdid. Ça veut dire, mais quand je dis reprise, ou la Aoudronia, ou la Khounda Aounia, ça veut dire, Moussama El Karim, Radi Yisma Aounia, تبدا قصة وتكمل وبغنيها بكلمات ملاح وموسيقى مليحة نوفيل زارونجمون. صافي دير ميم او نيفو دو ميلودي ما اسيناش ندو دي ميلودي واحد اخرين درنا دي ميلودي جدد مع دي زارونجور اللي عندهم اون كومبيتونس في لا ميوزيك هنا في باري ومعروفين كيما كمال سحنون حمزة رشيد سكيكدي بومزراق. C'est un grand arrangeur algérien qui travaille avec Boulifan, Mohamed Lamine, Abdelrahman Jatti, parmi les anciens qui a essayé de nous aider. Inch'Allah, Inch'Allah, Rabbi, que le musulman Kani, il y a Adani Sariel, où il s'agit la qualité, en même temps au niveau du sujet, au niveau du texte, on a essayé de tenir le dos à Jawa, de Khalaj Dina. Semaine Fouzi, il y a un décorné d'Yom Abdelrahman Jatti, mais il y a un sujet de Hajj. Bon, c'est une surprise de 2010, c'est une surprise, il y a un spot qui est غير لي ميسيون غير جديد اللي عندها سوجي هذا. بون هادي سي فري كاين ان بروجي اللي كملناه وغنية هادي ديو مع عبد الرحمن جرطي وتعرفوا بلي عبد الرحمن جرطي معروف على الساحه الفنيه سي با حاجه جديده. ونشكر على هاد لا كونفيونس اللي دارها فيا باسكو الحمد لله الى في كو جي دي كاباسيتي كو جو بو فير ماميليوري جو بو فير ميو عطاني هاد لا شونس ودنا ان سوجي ان شاء الله نخليها سيربريز غير الجديد ثاني ان شاء الله. هذا السوجي اللي غادي يخرج في الالبوم تاع عبد الرحمن الجرطي ان شاء الله بور 2010 2011 وان شاء الله غادي تشوفوا حاجه واحده اخرى ثاني الشاب فوزي واحده اخرى. يعطيك الصحه فوزي.